اتفاق لي شخصيا الحلول على منصه هذه المناقشه بجوار قوامات وعلماء تمثلت الاستاذ الدكتور عبوطه والاستاذ الدكتور شريف دواني. الدكتور عبوطه طبعا يعني فخر لنا ويجدني فخرا انها تكون المره الاولى وهو وكان على قدري انا شخصيا يعني وكان على قدري وعلى جميل كليه الاداره الوطنيه المعلمه القاهره يشرفنا هذا اليوم في هذا المعسكر الكريم. الاستاذ الدكتور محمود طبعا يعني شخصيه غزيره المعرفه ولها العديد والعديد من المراجع العلميه وبالاضافه لشده تواضعها وقربها من الباحثين فندعو الله عز وجل ان يزداد علما وان يتسع بها جميع الباحثين وقد سلمت على يدينا العديد والعديد من طلاب العلم وانا شخصيا دائما اشيد باستاذتي الدكتوره محمود فقد مرت طالب الاستاذيه على يديها وهذا دائما يكون طلب لي فتحيه وتقدير للاستاذه الدكتوره محمود. كما يشرفني الوجود بجوار عالم كريم الاستاذ الدكتور شريف وائل الجرعوني عميد كليه التربيه الرياضيه سابقا ورئيس قسم المناسبات والرياضات الفرديه لكليه التربيه الرياضيه جامعه طنطا. فدائما الاستاذ الدكتور شريف الجرعوني اتهاماته العلميه عديده وخطاب الباحثين دائما على صله بالباحثين وعلى صله بجميع عمليه في مجال البحث العلمي فله علاقات علميه فنصر سيادته على قبول هذه المناقشه فله منا كل التحيه والاحترام والتقدير. الحقيقه طبعا احنا يعني نصر وجود الاساتذه على هذه المنصه ويعني طبعا الدكتور محمود هي رئيس التدريب بشر يعني فتواضع منا كالعاده وكما علمنا ذلك ان انا الكلمه والتحيه هي شخصيا فاحصلها على هذا التواضع وهذا الاسلام في هذه المناقشه. كما نذكر ونقدر تواجد الخبراء في مجال السلاح ويخص بالذكر الكابتن معروف البرداني رمز من رموز السلاح في جمهوريه مصر العربيه. ونشكره على تواجده معنا وتحمله اعباء ومخصص التواجد لطنطا من اسكندريه الى طنطا، كابتن معروف وزاري مدرب منتخب مصر، مدرب مدير الفني لمنتخب السعوديه حاليا يعني له داعم كبير في مجال السلاح وهذه رساله ليست رياضه فحسب ولكنها وسيله لتربيه الناس وتربيه الناس فقد تمت على يدي العديد والعديد من الشباب الذين حاليا يتصدروا مناصب عديده على مستوى جمهوريه مصر العربيه وعلى مستوى العرب. حقيقي نفخر بتواجده بيننا وده شرف بحيث ان يكون الكابتن معروف التاني موجود في مناقشه خاصه بمجال السلاح يعني وممثل الاتحاد المصري للسلاح في هذه المناقشه فتحيه وتقدير لزيادته. كما طبعا بدات تاني ان اتفضل بالشكر والامتنان لجميلتي في الاشراف على هذا البحث الدكتور عبير عبد المنعم المدرس بقسم المعادلات والرياضات الفرديه. فالدكتور عبير طبعا يعني اقدر اقول ان هي كانت الحبر الاكبر في هذا البحث الحقيقي كان عليها وهي اللي كانت دائما على اتصال بالباحثه والمراجعات والطلاب. دكتور عبير يعني صبرها طويل جدا وصبرها يعني احنا بنشيل بيه دايما فهي تحملت الانباء الاكبر والاضافه العلميه اللي احنا منتظرينها دايما في تواجدها فكلمه خاصه جدا. جزاك الله وكذلك وجهه عظيمه الطلب والحمد لله رب الجميع العلي القدير
الاستاذ الدكتور الثاني استاذ الوحده القسم المدنيات والرياضات المحليه وليس كذا هي جامعه الفرقه فهو كيف بين الفرقه محمد سعد لديك من قبلنا فتناول الحمد لله ماذا لو دخل الى ابيه واعطى عنه واغفر له وارحمه انت مولاي فانت مع الحمد لله تبارك وتعالى حتى الدائمه الظاهره مباركا حتى للكاتبين والنفوس الخيريه لجلال وجهه وعظيم وسلطانه الحمد لله رب النعم العلي القدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه وعلى اله وصحبه اتقدم اولا بخمس شكر وتوفيق الى الاستاذ الدكتور السيد الثاني استاذ الوحده القسم المدنيات والرياضات المحليه وليس كذا هي جامعه الفرقه فهو الكفء والاخ الاكبر الامتياز وانا دايما يعني احترمه جدا هو يعتبر اول مناقشه ليا في الجامعة الفاضله برغم ان هي الاخيره اللي هو فكان شغلتني اول احد بالنسبه للاعبي المغزل ان انا يعني جاي الشرف ان انا ابحث او احفظ اشوف بطاقية الامتياز وكان مغزل شريفا للاعبين وكذلك وكان اوكي فانا شغلت بهذه الصفه وهو في بحث الحين او التهديد بالنسبه لست المبادره ما اعرفش ليه يا دكتور يا كابتن معروف لا كابتن المبادره انا مش عارف فهو حاجه كتير من المراكز الاولى بالنسبه للاطفال سواء تحديد او توجيه واتمنى العالمين على ايد الدكتور سيد تاني فيا رب التمنيات له بالتخصص العلمي والعملي في مجال التدريب والمجال العلمي في كليه الشباب وغيرها يعني ولكن اوكي انا اتقدم بالشكر لابنك العلمي اللي هي اول مره انا ابتدات الجامعه الخامسه اول ما بدات سنه تدريب مدرسه مبادره وطلبت العجين نادي وبصراحه انا فرحت جدا لما بشتغل مع المدرسين لان بتبقى جميله جدا لما اعرف يعني هناك النهارده ابنك وخريجه ما بين ابني وبنتي واخويا الاربع يعني فانا بشكرك لدعوتي لمصر الاهليه في الكلام فكل الناس تحتاج لهذا التخصص وتعمل استمتاعها لان زي ما بتحب المبادره المبادره بتحبك وانا بحبك بجد والله يعني حاجه كويسه جدا لما ما بقاش لاعب وبيعمل في هذا المجال لان كل الناس يعني كان الدكتور ما كانش لاعب ما بيكملش الاسكيل او الاوراق انا بشكرك على تصميم وبعدين عشان اقول لك ان الاسكيل بدايه التصميم قدامي في اول خطوه للدكتوراه باذن الله برضه هجيب أنا بالنسبة للرسالة هي عنوانها الرسالة النسبية للتنوع اللغوي المفهومي في مستوى الإنجاز لدورة الألعاب الأولمبية لندن 2012 في أساس تقييم برنامج تدريبي لنشيء سلاح في الأولمبية. الرسالة مكونة من خمس فصول بتحتوي على 110 صفحة عدد المراجع 80 مرجع منهم 89 مرجع عربي و12 مرجع أجنبي و9 مواقف أنترنت بتشكرك على ان المراجع معظمها حديثه وده الواجب على اي باحث ان هو يستخدمه. احنا في 2015 احنا بنبدا من 2000 ولكن هي بصراحه اقصى ما عندنا المراجع المغرزه كلها مش حديثه. فانا بشكر الباحثه على تجمع المراجع الحديثه. هنبدا دلوقتي باذن الله ان الباحثه تبدا 10 دقائق بملخص الموجب للعمل. Thank you.
عنه يعني أول من الشغال مع الكابتن مصطفى بدوي وبعدين كابتن معلش وبعدين أنا كان هنا مرة مع كابتن معروف وعنيته ومستويات العليا أنا برحب أنا برحب وجود كابتن معروف بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وكذا صحي وهذه باذن الله. انا عايز اوريك حاجه يعني البحث انا اول ما قريت من اللي كان في البيت السلام عليكم الحكومي في مستوى جلسه دوره الالعاب الاولمبيه لندن 2005 بعد الدفاع يعني اول شيء تحليل المباريات جبت البرمجيات ورئيس الاحترام فانا بشكرك على مجهود البلدين مثلا بس اي سؤال او اي حاجه بتتكلم ده مش لفظ ده اقتراح للبحث وبعدين في وجهات نظر ومهما انا قلت او الدكتور شريف قلت الراي النهائي للاساتذه الاشراف فاحنا بنيجي هنا انا بقيت استفاد منكم وفي نفس الوقت بقول ولو قدر بسيط من اللي عندي لكن مش هيكفي في ايدي اول حاجه في طبعا اي سبب بيتناقش ده شكل اللي هو الشكل الجوهري والشكل الشكلي فالشكل برضه لازم اهتم بيه حتى عشان دي رساله دكتوراه انا داخل وعليها يعني اهتم اشراف والنقيب لازم تتظبط زي ما واحد اللي هي الصفحه الاولى هو رساله الدكتور اللي هي الثاني صلاح الدين ده ثلاثي الدكتوره عبير عبد الله عبد المنعم ده الثلاثي دي بتقول لي استفادي منها في الكرام ده نفس المراجع لما بس نفس المراجع لو زي التالي يبقى محروف عنه ثلاثي يبقى كله منهم من تحت تحته المراجع بتبقى ثلاثي بتبقى ثلاثي ماشي طبعا معلش يا دكتور بالنسبه للقرار ده اللي شافه انا لاحظت انه حط قرار الجولات في الحياه القرارية دي ما بترقمش. بترقم من اول قرار لجنه الحكم المباشر من اول قائمه المحتوى. دي بتنزل عندنا في حاجه اللي ما اعرفش عنكم ايه فدي هتشيل الترقيم الف ب وج وتبدا الترقيم من تحت. انت ممكن تتكلمي بتقولي هدف البحث انت جوه كان ده اهداف لازم زي ما مكتوب ورا تتكتب جوه. لا لما نبدا بقى المبالغه ماشي اول خط انت دكتور كاتب بالطريقه الالمانيه التقسيم الالماني طب الماني هتشكر الاسم بتاع ثاني مره انا نقلت لك رقم المرجع والصفحه رقم 17 و18 في نهايه الصفحه الثانيه اللي هي بتاعت الدكتور طالما المرجع ما قررلوش هو من اول مره ونكتب الماني ودورة الصفحة 24 دورة الألعاب الأولمبية برضه هو من أول صف اللي هي 24 ونص 25 أو 80 يبقى ما قررهوش بكتبه في الآخر خالص آخر فقرة صفحة 24 ألعاب الأولمبية لما سمعت انا سميت روح الابداع بدل الاشياء وطلبت المبلغين ما تعرفش ايه طلبت المبلغين؟ هي الترجمه بس لان دي كان روسي فكانت الترجمه عملت يعني صح هي ما تتوقع هي دي مشكله الترجمه هو المبلغين هو طيب هو ممكن يحفظ بس مبلغين عجبني قوي فكره كل الموضوع طبعا دكتور كايس انت كاتب كل حلو في الحلقه بتاعت برنامج التدريب الرياضي هل الباحث
عملت برنامج تدريب رياضي بناء على التحليل اللي انت عملتيه وطبقتيه. هنلاقي دولة الأمم المتحدة كان الأساس نسبة 90%
الذين يعتبروا مفهوم الرزق. الجمله دي ممكن تكون وبالتالي كانت المرحله دي انا لما يكون عندي المنافس بتاعي بيلعب على نقطه الاساس قوي جدا يبقى من الطبيعي ان انا عليه هو اللاعب عنده نقطه اساس قوي. وبالتالي الاستراتيجي المنافسات بيقول لي ان انت لازم تشوف امكانيات منافسك ايه عوامل القوه بتاعته وتلعب بنفس عوامل القوه بتاعته. لو اللاعب اللي قصدي بيلعب نقطه اساس قوي ما ينفعش العب عليه ثلاث لانه قوي يبقى لازم العب على كمان نقطه ايه؟ كل الاتاك. طب لو اللاعب اللي قصدي بيلعب على اساس قوي جدا العب على الدفاع ما هو الاتاك ده ضريح يبقى طول ما انا بدافع اتاك ضريح يبقى لازم انا كمان العب على الاتاك ده. وبالتالي انا بناء على معرفه المطبخ بالمدارس اللعب المستحدثه بقدر الامكان بحاول ادرب اللعيبه بتاعتي على اساليب اللعب واشوف ايه هي الافكار الجديده او الاساليب الجديده اللي موجوده في المجتمع الدولي دلوقتي. نيجي ده اكبر الكره الشرقيه والكره الغربيه في اوروبا. عندي روسيا، عندي اوكرانيا، عندي كازاخستان، كل الكره الشرقيه والكل بيعتمد على الاساليب البريزم المنطقه النصيه والمنطقه الصغيره والدافع القوي عليه. يعني هو بيتمرن القوه العضليه. لدرجه ان اللعيبه بتاعتهم لما نشوفهم في دور السلاح نعتقد ان هم لعيبه متلاعب، اللعيب الشيوخ بيقول لعيبه مصارعه من الكتل العضليه اللي موجوده في جسمهم، وبالتالي بيعتمدوا على قد المسافه وبيبنوا على السلاح بتاع اداب كبير عشان يحكموا في مسافه السلاح اللي هم على الكبير. فرنسا بيلعبوا على المسافات الواسعه، النمط العيب، المسافات الواسعه والدقه، وبالتالي الدراسه الدوريه بتخليني انا منتج البحث ده بطلعه مين؟ بطلعه رقم واحد الاساس في اتحاد قوى السلاح. اللي هو بقول له النهارده اللي عاملين في مجال التدريب ان هم على درجه علميه من البحث العلم واللي طلعوا يكتبوا مواد البحث ده او الاتحاد المصري بتاع العلم او التدريب العلميه الجديد دلوقتي لجنه الدوله العلميه كان نسبه الاداء المهاري المؤثر في نتائج كان في الدور الاول في الدور الاول قبل كده في الدور الثاني قبل كده بفضل اللي كان. اللاعبين المصريين ولا اللاعبين المصريين؟ انا لعيب مصري ازاي؟ بخليه يفتح الفيديو. انا هكمل اللاعب المصري. ما هو اللاعب المصري اللاعب المصري ازاي؟ بخليه يفتح الفيديو واشوفه على اليوتيوب وخليه يتصور عشان يشوف اللعيبه اللي هيلاعبها في البطوله دي. يعني البوله بتاعتي لما انا بشوفها في بطوله كاس العالم او بطوله العالم البوله بتنزل المجموعه بتنزل قبل البطوله بيوم. فيقول لك انا معايا شراكه ومعايا كوري ومعايا كذا. هو عارف كل لعيب بيلعب على ايه بناء على يا اما هو رآه في الراب تبع ان هو لعبه او مدربه يكون عنده معلومات يقول له الراجل ده بيلعب على كذا وكذا وكذا. وبالتالي عشان يوفر هذه المعلومات للمدربين ان هو في قدر امكاني ويعملوا عمليات ارشاديه ويوجهوا اللعيبه عشان يديروا المباريات بتاعتهم في المناطق دي. خدت بس عدد الهجوم تنوعات الهجوم اللي هو الهجوم على الهجوم والكونتر اتاك و بس لا خدنا الاتاك سيرفيس خدنا الاتاك موزيك خدنا الديزاين مسؤول هو في الفريق الثاني خدنا الكونتر اتاك خدنا الاتاك دور اتاك عدد المرات اللي عملوها بس عملنا عدد المرات في الاستماط اللي هي المرات اللي عملت الاناس التحليل بتاعها على المهاره وعلى الانجاز بتاعها. ايه الانجاز بتاعها؟ والانجاز بتاعها حسب الجزء الاخر بالانتقادات لا بس هو كل الجزء اللي ضرب طبعا بسرعه مفروضه استاذتنا طبعا بالضبط بتاعتها هو فعلا لقي ان مين ان هيكون في رد بسيط يعني وبعد ما نتمنى ان نعمل الاشاره للكره الفنان كل اي حالات لاعب لبرضه تندويه في الدور ال 32 هو طلع ال 32 قايم على ده. وبالتالي انا لو خدت كيسه واحده وان كيس حاله واحده ما اقدرش اقارن احصائيا وعلميا ان انا اقارن فرد بمجموعه لان مفيش كده بيعملوا لي
كده الارتقاء يعني. فبنعمل المتغيرات دي بناء عليها بعمل وحده تدريبيه وديها بقول ان الناس دي لما بعملها كذا 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 يبقى ده ناس كويس. يعني ده اللي كان لازم تعمله على ايه؟ جبت اللي هو علاء جبت طلعته عندي في الكليه لانه طبعا ممثل علاء يعني ده لازم ناخد افضل لاعب عندي بناء عليه انا بعمل التقييم عشان الناس اللي يطلع يبقى مقاييسه تبع الكليه. في حاجه يا دكتور لازم تدرسها في البحث. اصل ده طلعت التنوعات وعددها اللي هو عملها في النطاق لازم اعرف عدد التنوعات الناجحه كام والفاشله كام. لان كل ما كان يتكلم يبقى انا طلعت هنا في مشكله البحث. لازم هي لو عددها ناجح كتير ما يبقاش عندي مشكله البحث. لازم في نظام في جدول المشكله. لا دي موجوده عندك ولا مصدر الاختبار. المشكله تعمل الجدول اللي هو مثلا في شروط لاختيار العينه. لازم اقول انا كتبت العينه دي، انا كتبت لك الشروط. اللي هي مسجلين بالاتحاد المصري للسلاح، عمرهم التنزيلي بقى كل 10 كام سنه، شافوا في البطولات المحليه والدوليه، وهنقرا في المراكز المتقدمه، افضل المستويات اللي لعبت فيه في المباراه الدوليه. دي لازم انا كتبتها لك، لان انت يعني مش قوه كتحت يعني مثلا. معلش يا رب اكون ضيفه خفيفه الزل عليكم، لكن البحث كويس وعشان كده انا اريكم فكره لان يهمني قوي ان البحث طالع من ابني وبنتي. وبنتي هي البحث. فانا لو اخترت عليكي ده مش هتبقى والله. ده يعني حاجه ترجع برضه للاشراف ولكن دايما همتي تبتدي لان دي الماجستير تجميع معلومات. الدكتوراه تنتهي هذه المعلومات. انا حددت من ماجستير لخطوة الدكتوراه وبعد تحياتي ليكي بالتقدم العلمي وانا بشكر الباحث على الجهد. هي كانت جايه خايفه قوي اول مره قابلتني انا صعبت عليا قلت لي هنقول لها انت بتاخد قلت لها عليك جبت لها مصر وعشان احسبها ان انا قمت قبل ما اكون منعشه انا قمت وانا فعلا مع كل الباحثين سواء عندي او بروح نايم انا قمت وهتجربيني بقى لما في الدكتوراه بجد دكتور ناجي ورا الجاية هتشوفي الأم بشكر الباحثة مع تقنيات الهاتف بالتقدم ويا رب يا رب يكون كل مننا قلته يفيد وبشكره على حسن اجتماعكم لنا. طبعا حكيتي بقى دلوقتي ختامها مع الدكتور الشريف الجرواني الأستاذ والأستاذ المتميز وفعلا اللي هو ده ختامها مثل فعلا هي نقشة باحثة مناقشة
الكبير يعني الام الستات يعني اللي كانت صعبان عليها الدنيا كانت الشباب على طول زي انت انت بقى فانا اقول اللي انت عايز اقول له بصراحه انا جيت بيت عندهم على هذا المناقشه ولكن انا اتعلمت منها فعلا كتير وكتير كل ما هي اعطت لذتها في ذلك هذا البحث فعلا هي نقطة جديدة تنطلق فيها البحث العلمي ان تحقق المكتبة هي ده مرجع فعلا علمي يستفاد منه كثيرا من كثير من البحث وده فعلا ما يرجعش الا من علم فعلا عالمة لها ابحاثها ولها مؤلفاتها ولها مراجعها وبذلك طلعت كل هذه الخطوات الفعل العلمية اللطيفة للبحث احصرها على هذا المناقشة صراحة اللي خدتني فرصة ان انا اتكلم في حاجة لان انا كل ما كنت بدور على حاجة معلم عليها انا مش كده اللي هي اتكلمت فيها طب انا اعمل ايه؟ اعمل ايه برضه ايه؟ اقول يا ايه انا ارحب وكفاية يعني العلم اللي هي اقدمه بالنسبة للبحث المجالي البحث فعلا ايه المفروض اللي هتعمله ثم نقيم فيه البحث. اشكرها على هذه التوجيهات العلمية كما أتقدم إلى رئيس الإشراف في تدريب الشرطة على حضورهم للنقاش في هذه الحالة. أخص بالأول الأخ الحبيب اللي أنت علينا الأستاذ الدكتور تاني وفعلا بقول فارس هو فعلا فارس في مجال المدرسة ليه مدرسة علمية متخصصة مش بس داخل الكلية ولكن داخل مجال التدريس ثم انطلق إلى المنتخب القومي ثم المنتخب العسكري وجد أنا شغلي كان عضو وكانت لازم الآن تحت الجبهة هو طبعا الأستاذ الدكتور شيخ زرواني طبعا يعني هو عمل يعني هو لسه الطبيعي بتاعته يعني هو اللي الجزء الخاص بالمساهمة الزين ده يعتبر من المعالجات الإحصائية المعقدة جدا الهدف منها التعرف على تأثير كل مهارة على الحلم في مستوى الجد بالإضافة للتفاعل بين المهارات وبالتالي لو أنا قلت إن الهجوم بيساهم الهجوم المضادي يساهم 40% في مستوى الجد لكن الهجوم المضاد ورد الفعل الثاني بيساهموا بنسبة 51% وبالتالي المنطقي ان انا بطرح الخطوه الاولى الثانيه ان رد الفعل الثاني بيساهم 50% فالجزء العلمي الاحصائي قال ان رد الفعل الثاني هم عنصرين رد الفعل الثاني والهجوم المضاد هم الاثنين منتجين بيساهموا بنسبة 51% يعني هو التفاعل بينهم وبالتالي هي التوجه بتاعها بتقول اذا كانت المهاره المنفرده من 40% الى المهارتين المندمجين هما الاثنين بيقولوا بيديني متغير اخر هي طبعا يعني قدرت ان احنا نعمل تجربه المناقشه لخصوصات القرار حروف اعضائها ان احنا هنلاقي المناقشه فيما هو التباشر والتفاعل اللي هو في مصر يعني اللي هو لازم التفاعل بين المهارات المهارتين ده وبنسبه 15% وبقول بالتوقيت بتاعتي ان لما يكون الاهل عنده تنوع وبالتالي ده بيديله قوه في التفاعل ما بين المهارات وبيديله نسبه انجازه بعديها وبالتالي جميع المهارات في الايه بتزيد الاهتمام بيه لان انا بطلته بمستوى الانجاز الاجمالي. شكرا. خلاص لما اجي الكلام ده كله متكرر بعد كده اقول فعلا ان انا استفدت فعلا من دور التحليل بتاع المستويات العاليه. لان انت خدت اعلى مستوى انت وصلت للاولمبياد لندن 2012 طيب يعني حاجه ما سالنا عن مواضيع الشغل الاول انا كنت خلف العلم الكامل والمراه المبيئه العلم الجليل التي تفرغت بحضور الشباب على هذا البحث وكان في معلمه جليله من مؤثره ناصحه ومراتي بقلب علم وتمني بعطاء المستند الذي لا حدود له والذي لولاه لما كان بجد عنه كبيره منه وكل الشكر والتقدير لاستاذ ومعلمي وكل الدكتور الثاني كان صلاح الدين وعلى
فإن دين هو فترة أعداد هذا العمل وإن أعداد مهمة لعالي أخذ التوجيه وإشارة سنة لما أخذ الأمر في توجيه عمل في الإتجاه الصحيح فقد كان الدوم المتاعنا العطاء والطبع والوزاعة الخاص كان أن مني يكون بشكل خوفا فيه كما أدوى مدعمون الشكر والرسال من الدكتور أهي باروحي عبد العاطي والدكتور محمود محمد يزيد على ما عملناه من ليك واقع يوم الدراسة الأمنية وضعه من مرة كل الجزاء وإن دي أخذ من هذا العالية الواحد يتنقم المواطرة في المواطرة من الأخذ والجزاء والتعالي المشاريين في المنطور بين عديد فألت من أول الشيخ المعالية على الهمومة الذي جاءوا المواطرة لكم إلى أهم المواطرة يعني
طير حمام عيدك يا حبيبي وأحلى الكلام قولي لك يا حبيبي رح طير حمام بعيدك يا حبيبي وأحلى الكلام غني لك يا حبيبي مبروك 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 عيدك يا حبيبي وضحكي يا إياه حكي لا حبيبي وفرحي يا إياه فرحي لا حبيبي وضحكي يا إياه وضحكي لا حبيبي وفرحي يا إياه فرحي لا حبيبي مبروك 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 عيدك يا حبيبي طير حمام عيدك يا حبيبي أحلى الكلام غني لك يا حبيبي رح طير حمام عيدك يا حبيبي أحلى الكلام غني لك يا حبيبي والهنا خليكي مع حبي وانسيني انا يا ايام المحبه والفرح والهنا خليكي مع حبي وانسيني انا يا ايام المحبه والفرح والهنا خليكي مع حبي وانسيني أنا حبيبي يا إياه عكس عادي نام وجوع على الهنا يا شمس لا تغيبي عن أرض حبيبي لا تغيبي لا تغيبي يا طير حمام بعينك يا حبيبي أحلى الكلام بعينك يا حبيبي طير حمام بعينك يا حبيبي أحلى الكلام.